أخذتم رائد، وبعدها جاءت أن مناشدة أخرى من منطقة الكرادة، وهذه المناشدة تتكلم عن أم ضاعت بهاي الدنيا وواقفة بباب بيت زوجها وأطفالها وتبكي وتريد بس تدخل تشوفهم، لأن للأسف طردوها وما يردوها. فورا انطلقنا لإنقاذ أم أحمد من عذابها ومعرفة الأسباب اللي خلتها بهذا الموقف. شلونك امي؟ حلو اليوم. شلون صحتك؟ شلون اخبارك؟ تسلم. خير، شنو اللي بيك؟ عندي 3 اولاد، لكن الزوج مفتاح لي، يعني كله اهل. ليش يا ستي انا واقفه؟ لانه طردني، صار لي انا 4 سنوات طاردني. الله اكبر. ما شعرت اطفالي، طقلت عليهم اجيت، قلت اروح اصلح الحال. ايه؟ اصلح الحال، اذا هو ما يبادر خل اني ابادر، على مود اجمع شمل عائلتي. ليش تقيدش؟ خوش فكرة؟ فكرة حلوة لولا. اجيت نطبل علي، شوفين لما تطلعين، تطلعين ما تطلعين بالبيت، ما تطلعين اسحلك ها ورقتك تجيبك، وطلعني قوة خلال بالشارع. يعني قلت وين اروح؟ انت منفصلة؟ لا ما منفصلة عني، لا لحد الان ما منفصلة. ايه ما منفصلة انا، بس ما اريدك وياي، ما اريدك وياي. ليش شجا؟ شبيه؟ قلت لي عمر؟ قلت له احنا على يعني اعمالنا ما تستوجب. ايه؟ احنا كلنا مرضى ورجلينا بالقبر، اكو حساب واكو كتاب. انا انسانه مؤمنه، اخاف الله، عندي منات 2 وولد. طلعي انت وين كنت عايشه؟ هو ويا كنت عند اختي. ايه؟ وعيب يعني سنوات، يعني مره مرتين. الانسان ترى هم ثقيل، هي ما مقصرة ويا، بس الإنسان مو ثقيل. ثقيل يوم. صح والله. يوم ثقيل وأنا مريضة. صح. لك أمراض هواية. يا عيوني أنت. فما يعني إذا واقفة شوفني ما مسيطرة على نفسي. فما سوينا. هو بهاي المنطقة بيته؟ فعلا في المنطقة هاي. بس. إيه فقل لك خلاص روحي طلعي. ما طلعي أسحلك بالشارع، يقول لك لا قدام الجوار. وأولادك شنو كانوا؟ أولادي هو ويا أمام، يعني ومنهم ويا، هو عنده حالة يعني مادية فغارهم بالمادة. طيب وانت أمهم؟ لا، المادة أعز من الأم. انت أم ربيتي وكبرتي وتعبتي. أولاد الإنترنت هسه عندهم المادة أعز من الأم. أنا ما أخوياك؟ لا لا بنية لا شيء. أمي عزيزتي. ولد 2 هاي بنية، بنات 2 وولد. الولد ما يدري بي هسه، منطردني هو الولد، ما يدري بالدوام، يشتغل أعمال حرة، ما يدري الولد. وتتوقع يعني يكون وياك؟ لا هم يكون وياي، لأنه ما له غرض، متعقد من أبوه همينه. يشوف أبوه دائم يسوي مشاكل، يسوي كلهم يعني منهز من البيت. طيب والأب شجاع، ليش هيك الأب؟ هو من أخذته لحد الآن، يعني كان هو مش أريد أقول لك يا يوم، أنا وهذا طبعاً.